الأمر السابع المال. تحتاجون أنتم إلى المال، لأن الإنسان في مسيره ومصيره وحركته يحتاج إلى المال. إذا ما كان عندكم مال، هل كان بإمكانكم المجيء من بلدكم إلى هنا؟ هل كان بإمكانكم أن تلبسوا؟ هل كان بإمكانكم أن تأكلوا؟ هل كان بإمكانكم أن تشتروا المسجل؟ لولا مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب لما استقام الإسلام. لازم كل واحد منكم يحصل على أكبر قدر من المال للخدمة. المجلة بالمال، الجريدة بالمال، الكتاب بالمال، الحركة بالمال، الاتصال بالمال، كل شيء بالمال. اجعلوا صناديق خيرية، اجمعوا المال، السلاح بالمال، كل شيء بالمال. فهذا واجب أن يحصل الإنسان على أكبر قدر من المال حتى يتمكن أن يخدم به الإسلام والمسلمين والفضيلة.